من اروح الوهران يوم الثلاثاء ربما المباراة ربما يوم الثلاثاء انا شريتك يلبس الروح. لا الجميع ربما يوم الثلاثاء يكون يوم عمل لاغلب الجماهير. ما كاش عمل يوم الثلاثاء ندخل عادي ما شاء الله. ما لا ماشي كيما كريم ما حبش يدخل. لا على شيء اخر كريم ما عرفش كيفاش برك يوصل رسالة للجماهير. انا عارف ان كريم انسان وليد الشعب وليد كارتي بوبولار كان يسكن معايا في رويسو. ماشي هذيك الرساله اللي حاب يوصلها للجماهير. ما عرفش برك كيفاش يوصل يعني انا متاكد. كان يقصد هنا؟ هو كان يقصد يعني ناس دخلاء ما عندهم حتى علاقه بكره القدم يقعدوا في الفي اي بي ويبعثوا لهم دي زافيتاشن. صحيح انا تحدثت معه لا اليوم. كريم قال نفس الكلام صح. لا نعرف كريم كيفاش يخمم نعرف. بالعاميه غلطوا شاف ناس دخلاء على كره القدم اللي لعب لكن كريم خرج. لكن انا وين ماشي معك يعني لو فات وين ما يعطونيش انفيتاسيون ما راحش نشوف الفريق الوطني. لا انا نشري التيكي تاعي ما هذيك تذكيراتي. تذكيراتي وراني رايح. ما نستنى حتى واحد. ما نستناش.